الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، معكم سفيان ثابت، أهلا بكم في نشرتكم التي نسلط الضوء فيها على القضايا الأكثر تداولا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي عناوين اليوم. مع مواصلة الدعم الفني القطري، مطار كابول يسير رحلات داخلية لأول مرة منذ انسحاب القوات الأمريكية، وهاشتاغ شكرا قطر في قوائم الأكثر تداولا في أفغانستان. درعا تحت التهجير، هاشتاغ يتفاعل عليه رواد المنصات في سوريا بعد إعلان انهيار الاتفاق مع النظام، ولجنة المفاوضات عن أهالي المدينة تناشد حماية آلاف المدنيين. الحرية لكايد الفسفوس، عنوان حملة إلكترونية للتضامن مع الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 52 يوما. تزامنا إذن مع تسيير مطار كابول لرحلات داخلية لأول مرة كما قلنا منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، يستمر هاشتاغ شكرا قطر في البروز على قوائم الترند المحلية في أفغانستان في حملة شعبية لتثمين الدور القطري في مساعدة كابول خلال هذه المرحلة. وعبر الهاشتاغ ركز المغردون على جهود قطر في إعادة تأهيل المطار، معتبرينه شريانا أساسيا لإعادة الحياة في البلاد إلى طبيعتها. وكان مراسل الجزيرة في مطار كابول قد أفاد باستئناف تسيير الرحلات الداخلية للمطار بعد إنجاز الفرق الفنية القطرية الإصلاحات الفنية واللوجستية اللازمة. وقد واكب مراسلنا انطلاق أول رحلة داخلية من المطار مطار كابول إلى مزار شريف، وتمكن من دخول الطائرة ومرافقتها حتى إقلاعها. هذه الرحلة